عقب وصوله نيويورك للمشاركة في التصويت على عضوية مصر غير الدائمة بمجلس الأمن. شكري يلقي اليوم كلمة مصر حول المرأة والسلام. اجتماع طارئ للجامعه العربيه على مستوى المندوبين لبحث التصعيد الاسرائيلي بالقدس واضراب شامل اليوم في البلدات العربيه باسرائيل. دمستورا يبحث اليوم مع لافروف في موسكو تطورات الازمه السوريه ويعرضوا عن امله في توصل روسيا وواشنطن بصيغه اتفاق بشان سوريا. العاشرة صباحا هنا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة النيل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. يلقي اليوم وزير الخارجية سامح شكري كلمة مصر أمام الجلسة الوزارية لمجلس الأمن حول المرأة والسلام في نيويورك. كان شكري قد وصل إلى مدينة نيويورك للمشاركة في الجلسة المقررة عقدها الخميس المقبل بالجمعية العامة للأمم المتحدة. تتناول الجلسة التصويت على انضمام الأعضاء الجدد غير الدائمين في مجلس الأمن ومن بينهم مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد بأن برنامج الوزير خلال الزيارة سيشمل الترويج لترشح مصر لعضوية مجلس الأمن. مصر على موعد للتأكيد على مكانتها ودورها في المجتمع الدولي، إذ سيتم التصويت بعد غد الخميس على عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين. وبهذه المناسبة سيقام حفل كبير بمتحف متروبوليتون في نيويورك يتم فيه عرض للثقافة والحضارة المصرية والترويج لمصر كدولة ذات ثقل ثقافي وحضاري كبير في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. مصر وفقا للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بذلت جهودا كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي في الفترة الماضية من أجل دعم حصولها على المقعد غير الدائم لمجلس الأمن. اختيار مصر تمثيل القارة السمراء كان أمرا محسوما من جانب الدول الإفريقية، لكنها في حاجة إلى موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن هنا جاء دور وزير الخارجية سامح شكري الذي أجرى جهودا امتدت على مدار أشهر طويلة لحشد الدعم الدولي لها، من زيارات لنيويورك ونيروبي ولقاءات مع كبار مسؤولي المنظمة الدولية ووزراء خارجية العديد من الدول الإفريقية والأوروبية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية. وتعكس عملية التصويت مقدار ثقة المجتمع الدولي في مصر كدولة ذات ثقل سياسي كبير في محيطها الإقليمي وعلى المستوى العالمي وجدارتها بالمشاركة في تحمل مسؤولية حفظ السلم والأمن العالميين. ولا يأتي ترشح مصر لشغل هذا المقعد في مجلس الأمن الذي يعد أهم جهاز من أجهزة الأمم المتحدة إلا لوجود رؤية مصرية واضحة وشاملة تسعى من ورائها لخدمة المنطقة والعالم وفقا لسياسة خارجية متوازنة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 213 من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، وذلك في اتهامهم بارتكاب 54 جريمة من بينها اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وتفجيرات طلب منشآت أمنية عديدة. كما تستأنف محكمة جنايات بورسعيد اليوم محاكمة 51 متهما في قضية اقتحام سجن بورسعيد وقتل خلالها 40 شخصا وشرطيا، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة ساد بورسعيد. ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم إلى شهود النفي المطلوبين من دفاع المتهمين ومناقشتهم. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم القتل مع سبق الإصرار والترصد وإشاعة الفوضى في البلاد. قررت السلطات المصرية فتح منفذ رفح البري بعد غد الخميس وذلك لمدة يوم واحد فقط من أجل عودة العالقين من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة وفي اتجاه واحد. يأتي ذلك في إطار التيسير على الشعب الفلسطيني وتسهيل عودته إلى أرضه داخل قطاع غزة. استوديو
استشهد فلسطينيان جراء إطلاق شرطة الاحتلال الإسرائيلي رصاصة عليهما في أعقاب حادث طعن راكبا في حافلة بالقدس أسفر عن إصابة 16 إسرائيليا. وقع الحادث بعد وقت قصير من إلقاء الشرطة القبض على شاب فلسطيني بعد طعنه شخصا وإصابته بجروح طفيفة بموقف حافلات في مدينة رعنان القريبة من تل أبيب. ومن جهة أخرى دعت لجنة المتابعة العربية العليا إلى إضراب شامل اليوم في البلدات العربية في إسرائيل بالإضافة إلى تظاهرها في بلدة سخنين، وذلك بالتزامن مع بدء الإضراب التجاري الجزئي بقطاع غزة دعما للهبة الشعبية في الضفة الغربية والقدس. وللمزيد من المتابعة حول الأوضاع في الأراضي المحتلة ينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله مراسلة النيل رواء حسونة وتطورات الأوضاع هناك. رواء، بعد تطورات الأوضاع هناك بعد عمليتي الدهس وإطلاق النار في القدس منذ قليل، ماذا عن هذه التطورات؟ يعني صباح الخير لكم جميعا. قتل عدد من الإسرائيليين وأصيب ما لا يقل عن 23 في 3 عمليات هذا الصباح، 2 منها جاءتا متزامنتان نفذها فلسطينيون بالقدس المحتلة وتل أبيب وفي منطقة أخرى بالقدس وبالتحديد بحي بيت إسرائيل الاستيطان. أصيب عدد من المستوطنين بجراح خطيرة ومتوسطة بعملية دهس وطعن، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن 5 جرحى أصيبوا بجراح خطيرة بالعملية إلى حد هذه اللحظة. ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن فلسطينيا أطلق النار على ركاب في حافلة إسرائيلية قرب حي جبل المكبر بالقدس المحتلة ما تسبب بإصابة 16 مستوطنا بجراح بالغة وخطيرة ومتوسطة. هذا وأعلنت فرق الإسعاف الإسرائيلية أيضا نجمة داوود الحمراء عن تفعيل نظام عمليات كثيرة المصابين بالقدس، وذلك لأول مرة منذ سنوات ما يعني وجود الكثير من القتلى. فيما أصيب فلسطيني صباح اليوم بجراح خطيرة بعد عملية طعن نفذها ضد إسرائيليين 2 وصفت جراح أحدهما بالخطيرة في مدينة رعنان الساحلية شمال فلسطين المحتلة. جاءت هذه العملية بعدما استشهد الشاب الفلسطيني محمد ناظمي شماسنا 22 عاما من سكان بلدة قطنة قضاء القدس المحتلة ليلة أمس بعد إدعاء الاحتلال محاولة سلاح جندي في حافلة إسرائيلية. نعم، من رام الله كانت معنا رواء حسونة مراسلة النيل من النيل أعطاء من رام الله، شكرا جزيلا لك. منذ بداية شهر أكتوبر الجاري استشهد 26 فلسطينيا على يد الاحتلال، في الوقت ذاته نفذ فلسطينيون 18 عملية طعن بحق مستوطنين. اليوم جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة بمقر الأمانة العامة للجامعة، وذلك بناء على طلب من فلسطين أيدته جميع الدول الأعضاء. وقال سفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الاجتماع سيناقش ما يلزم من إجراءات حيال العدوان الإسرائيلي على كافة أرجاء الفلسطيني المحتلة وعلى الشعب الفلسطيني الأعزل. المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة مدير العلاقات الخارجية بحركة فتح دكتور إياد الهنود. دكتور إياد، توقعاتكم من اجتماع اليوم؟ دكتور إياد، أسعد الله صباحكم
وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة رأس السنة الهجرية لهذا العام جاءت جلسة مجلس مندوبي جامعة الدول العربية بناء على طلب دولة فلسطين لعقد جلسة طارئة لبحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية في إطار ما يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط من انتهاكات ومن قتل ومن تنكيل من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين المتطرفة. نحن نأمل أن تكون قرارات الجامعة في الدول العربية أن ترقى بمستوى تضحيات أبناء شعبنا الفلسطيني وأن تتجاوز بيانات الشجب والاستنكار والإدانة. ونأمل أيضا أن يتم تفعيل القرارات التي تم اتخاذها مسبقا في إطار جامعة الدول العربية وأن تأخذ حيز التنفيذ. فنحن بحاجة إلى تفعيل دعم صندوق القدس الفلسطيني لندعم صمود شعبنا في مدينة القدس والمسجد الأقصى وألا يكون دعم صندوق. دكتور إياد أعذرني، دعم الصندوق هل هم بحاجة الآن إلى دعم مادي أم أكثر إلى دعم سياسي وتحرك دولي؟ ونطاق الجامعة العربية للأسف يعني يبدو أن في السنوات الماضية القضية الفلسطينية تراجعت بسبب انشغال الكثير من الدول العربية في مشاكلها، فيبدو أن التحرك يحتاج أن يكون على نطاق أوسع. نعم، نحن نحتاج أن يكون هناك تحرك على كافة الصعد سواء كان سياسيا أم ماديا. على الصعيد السياسي نحن ننشد أن يتم الإعلان عن تشكيل خلية أزمة دائمة الانعقاد في الأمم المتحدة للإلزام الأمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والإنسانية اتجاه شعبنا الفلسطيني، فإن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين إنما هي تهدد الأمن والسلم الدوليين التي نشأت بموجبها منظمة الأمم المتحدة. وبالتالي نحن نطالب الدول العربية ومجلس جامعة الدول العربية الوقوف أمام مسؤولياتها وأمام مسؤولياتها العربية والإسلامية أيضا اتجاه المقدساتنا التي تنتهك يوميا حرمتها دون أي مساندة. ولذلك نحن نقول أننا بحاجة إلى دعم سياسي ودعم مادي أيضا، لأن شعبنا الفلسطيني الأعزل في مدينة القدس والمسجد الأقصى يحتاج إلى دعم صموده، وبالتالي نحتاج إلى تفعيل دعم صندوق القدس. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا نريد أن نمارس كل ما نملك من قوة، ونحن ندرك جيدا ما تملكه الدول العربية وما تملكه المنظمات الدولية من قوة ومقدرات تستطيع أن توقف العدوان الإسرائيلي، حيث أن من ضمن هذه القرارات التي صدرت مسبقا عن جامعة الدول العربية مقاطعة الشركات الدولية التي تدعم وتقوم ببناء المستوطنات والسجون الإسرائيلية داخل دولة إسرائيل، دولة الاحتلال الإسرائيلي الغاصب للأراضي الفلسطينية. وبالتالي هذه الشركات إن تم وقف التعامل معها، فحيث لو أي باحث بسيط أو أي مواطن عادي لو بحث عن هذه القرارات التي صدرت عن جامعة الدول العربية عبر ما الشبكة العنكوبية شبكة الإنترنت، لا يجد أن هناك آلاف الاستثمارات لهذه الشبكات في الدول العربية. وجامعة الدول العربية أصدرت قرار تطالب الدول العربية هذه الشركات أن تقاطعها للتأثير وللضغط على إسرائيل، وبالتالي ستترك أثر كبير جدا. أيضا في مسألة كثيرا مهمة، أن شعبنا يتعرض لمجازر ولذبح ولتنصير وقتل، ووسائل الإعلام العربية غائبة تماما عن الحدث وتعطي أولوية لكثير من الأحداث التي نقدرها ونجلها أنها أحداث هامة، ولكن لابد أن تبقى القضية على سلم أولويات الإعلام العربي لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي وأمام الرأي العام العالم. نعم بالتأكيد. أشكرك شكرا جزيلا. المتابع يرى الشاشات العربية تتابع هذه الأحداث أولا بأول. الدكتور إياد الهنود عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، أشكرك شكرا جزيلا. ونحن نتابع الآن مسيرات في غزة وتحديدا في منطقة بيت حنون تضامنا مع أهالي القدس والمرابطين داخل القدس. هذه لقطات حية من بيت حنون في قطاع غزة. بالتأكيد سنحاول التواصل مع مراسل أمير عمر بشير هناك لنرى ما الذي يحدث هناك تحديدا عند منطقة بيت حنون في أراضي بيت حنون. طيب، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف فخري أبو دياب أحد المرابطين في القدس وهو عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان. عفوا أستاذ فخري، لو تصف لنا الوضع الآن في القدس.
استاذ فخري؟ نعم يعني حقيقه نعم اسمعك تفضل. حقيقة الوضع متوتر جدا في القدس بكافة أحيائها، وخاصة يعني بعد عمليات التي حصلت اليوم. الوضع يعني ربما ينذر بكارثة حقيقة، حيث أنه كثير من اليهود والمستوطنين الآن يريدون يعني يتجمعون وكأنهم يريدون الانتقام من الفلسطينيين، وهم يعني لهم من يحميهم من شرطة الاحتلال، ونحن ليس لنا من يحمينا. ولذلك الوضع يعني من أصعب ما رأيت في حياتي ربما ما يحدث الآن في القدس، وطبعا يعني الوضع قابل للانفجار بشكل أكبر مما هو عليه الآن. تقديرك للأعداد المرابطة داخل القدس سيد فخري؟ نعم، اولا يعني كل ابواب البلد القديمه هي الدخول اليها يتم بعد تفتيش الاشخاص والتدقيق في هوياتهم بشكل كبير، المحال مغلقه بشكل كبير في مدينه القدس، اعداد كبيره جدا من شرطه الاحتلال متواجدين. الاعداد في داخل المسجد الاقصى حتى الان هي يعني بالمئات. طيب الأحداث التي وقعت في محيط القدس وفي رام الله وفي الضفة الغربية واشتباكات ربما بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال وأيضا المستوطنين، ألا نخفف ذلك من وطأة ما يحدث في محيطكم في القدس؟ أستاذ فخري؟ نعم، لكن لم أسمع إن كان هناك سؤال. طيب أتحدث عن الاشتباكات التي تبعناها على مدار الأيام الماضية، حوادث الطعن التي تبعناها في الكثير من المناطق، وكان آخرها اليوم في تل أبيب، ألم يخفف ذلك من وطأة ما يحدث على ضدكم في القدس؟ لا، وهناك أصلا أحداث يعني حصلت في الأمس واليوم أيضا تحصل في مدينة القدس من عمليات طعن وإطلاق نار هجمات متبادلة، لكن يعني حقيقة يعني الآن القدس هي ربما نحن على مفترق طرق صعب جدا، رغم أن هذه يعني الأحداث في محيط القدس إن كانت في الضفة الغربية أو على الحدود في غزة ربما يعني خففت الوطأة عن اقتحامات المسجد الأقصى المبارك. حقيقة يعني لا نرى كثيرا من المقتحمين، لا نرى كثيرا من اليهود الذين يصلون حتى إلى هذه المنطقة رغم تواجد كثير بشرطة الاحتلال، وأظن أنه يعني الآن يجب الاستغلال هذا الوضع استغلال لمصلحة الأقصى والقدس بشكل كبير جدا، وخاصة من المؤسسات الرسمية إن كانت فلسطينية أو عربية أو دولية، لأنه يعني نعم هناك تغير، هناك عدم اقتحام كبير نتيجة تخوف حقيقة، وهذا واضح يعني في الشارع الإسرائيلي، ولكن يجب أن يكون هناك من يستغل هذه الظروف لمصلحة القدس والأقصى. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ فخري أبو دياب، عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان وأحد المرابطين في القدس. كما انضم الينا عبر الهاتف ايضا دكتور مصطفى البرغوثي امين عام المبادره الوطنيه الفلسطينيه. يعني دكتور مصطفى، لجنه المتابعه العربيه دعت اليوم الى اضراب شامل في البلدات العربيه وتظاهرات وسط احداث ساخنه ومواجهات على مدى الايام الماضيه. يعني موقفكم من هذه الاحداث وايضا الاضراب الشامل في البلدات العربيه؟ نعم، هناك إضراب شامل في سائر أرجاء الأراضي الفلسطينية في الداخل. لا. وهذا يؤكد وحدة نضال الشعب الفلسطيني سواء كان في الأراضي المحتلة أو في الداخل الفلسطيني أو في الشتات. وفي نفس الوقت هناك حالة غضب عارم ويوم غضب في كل أنحاء الضفة الغربية نتيجة السلوك الفاشي الإجرامي للحكام الإسرائيليين، هؤلاء الذين أطلقوا جيشهم وجنودهم وشرطتهم ليرتكبوا الموبقات ضد الشعب الفلسطيني بشكل وحشي. الطريقة التي عملوا بها الأطفال الفلسطينيين لا تختلف أبدا عن سلوك الفاشست وعن سلوك المجرمين الفاشيين، وبالتالي الذي نراه اليوم هو حالة خطيرة جدا، ولا يمكن ردع إسرائيل إلا بمقاومتها وبفرض العقوبات عليها. كل دولة الآن سواء كانت عربية أو عالمية مطالبة اليوم بأن تفرض العقوبات على إسرائيل وأن تفرض المقاطعة عليها كما عمل
نظام التمييز والفصل العنصري في جنوب افريقيا. يعني دكتور مصطفى اليوم تعقد الجمعيه العربيه اجتماعا على طريقا على مستوى المندوبين، يعني كيف تتوقع النتائج التي يمكن ان يسر عنها هذه الاجتماع هذا الاجتماع، وهل تتوقع يعني اتخاذ اجراء مهم في هذه الاحداث او ازاء هذه الاحداث؟ لا نتوقع بل نطالب ان يكون يقرر المجتمعون معا الان مقاطعه اسرائيل وقطع العلاقات معها فورا. كل من له علاقة بها يجب أن يقطعها، وكل دولة يجب أن تنضم لحركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل دون إبطاء أو تردد. نعم دكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إلى الملف السوري، حيث يلتقي اليوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو مع المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا لبحث تطورات الأزمة السورية. كان ديمستورا قد أعرب عن أمله في الوصول إلى صيغة تفاهم بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية، مشيرا إلى أن سقوط ضحايا جراء العنف يحتم ضرورة بدء حوار بين الحكومة السورية والمعارضة في محاولة لإنهاء الحرب الدائرة في سوريا منذ سنوات. في الوقت الذي تشد فيه الأزمة في سوريا واتخاذها أبعادا تعكس أجندات القوى الكبرى، تتواصل المساعي داخل أروقة المنظمات الدولية للوصول إلى حل سياسي للأزمة. مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمتسورا حذر خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من تحول النزاع السوري إلى ما سماه كوكتيل سام على غرار أفغانستان. النزاع السوري قد يتحول إلى مزيج سام، وتصبح سوريا مثل أفغانستان مع ملامح من ليبيا والصومال، وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة لتحريك المسار السياسي. وفيما يخص الغارات الروسية على سوريا، قال ديمتسورا أن التفاهم بين روسيا والولايات المتحدة أصبح أمرا هاما وعاجلا، وأعرب عن أمله بأن يتوصل البلدان إلى آلية تشكل أساسا لمجموعة اتصال تضم الدول الداعمة للمحادثات. الموضوع السوري كان ايضا حاضرا بقوة على طاولة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ، والذي ناقش ابعاد الازمة وقضية المهاجرين. الموضوع الاساسي الذي كان مطروحا في اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين كان سوريا، اخذا في الاعتبار قضية الهجرة، لاننا جميعا نعلم ان ازمة الهجرة الحالية تدار بنمط واحد، ولكن لو اردنا ان نحقق شيئا فعلينا ان نتعامل مع جذور المشكلة واحد اكثر اسبابها وهو الصراع في سوريا. وبالرغم من الموقف الاوروبي الرافض لبقاء الرئيس بشار الاسد في السلطة، إلا أن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ألمح إلى إمكانية أن يكون الغرب مرنا بشأن هذا الأمر. نحن واضحون جدا بأننا لا يمكننا أن نعمل مع الأسد على أساس الحل طويل الأمد، يمكننا أن نكون مرنين بشأن طريقة وتوقيت رحيله، ولكن إذا حاولنا العمل مع الأسد فسوف ندفع المعارضة إلى أحضان داعش. وبعيدا عن تأويل الموقف الأوروبي من الأسد، يرى مراقبون أن مصيره يبقى مرهونا بلعبة المصالح بين الغرب من جهة وروسيا المتمسكة ببقائه من جهة أخرى. أعلنت منظمة العفو الدولية أن التهجير القسري للسكان وتدمير المنازل الذي تقوم به القوات الكردية في شمال سوريا وشمال شرقها يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويعتبر جرائم حرب. وقالت المنظمة أن بعثتها زارت 14 مدينة وقرية في مناطق شمال سوريا، واكتشفت عمليات تدمير عمدي للمنازل وحرق قرى بأكملها من يد الأكراد، وذلك في إطار حملة متعمدة شكلت عقوبة جماعية لسكان قرى كانت تحت سيطرة داعش أو يشتبه في إيوائها أنصارا للتنظيم الإرهابي. يذكر أن الإدارة الذاتية الكردية السورية تشكلت بعد انسحاب الجيش السوري من معظم أنحاء هذه المناطق ذات الغالبية الكردية في عام 2012. تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والجماعات المسلحة في محيط مدينة القنيطرة، ويهدف الجيش لعرقلة تقدم الجماعات المسلحة التي تحاصر المدينة منذ أيام من أجل اقتحامها والسيطرة عليها.
لم يكن اختراق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أجواء المنطقة الجنوبية من سوريا أمرا عابرا، كما لم تكن عملية إسقاطها بنيران المضادات الأرضية للجيش السوري فوق محيط مدينة درعا حدثا مفاجئا. فالروسي وأن لم يستهدف طياره محافظات الجنوب حتى الآن، إلا أنه غير الكثير من أشكال التعاطي بين القوى المتحاربة على الأرض. هذا الدخول أدى إلى انهيار كامل في البنية القتالية والبنية النفسية لهذه العصابات الإرهابية، ما دفع بالآلاف لتسوية أوضاعهم عبر تسليم أنفسهم وأسلحتهم للجيش والقيادة في سوريا. العامل الثاني أيضا أدى إلى فرار العديد من هذه الفصائل الإرهابية، وتجاوز 3000 الذين خرجوا إلى الأردن. دخول إسرائيل على خط الأزمة السورية تجاوز الخرق الجوي وصار واقعا على الأرض، خاصة في مدينة القنيطرة التي تشهد أعنف الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني من جهة، وبين ألوية النصرة وشهداء اليرموك وغيرهم من الفصائل المتشددة من جهة أخرى. القاصي والداني يدرك العلاقة المباشرة ما بين هذه المجموعات الإرهابية وما بين حكومة نتنياهو بشكل أساسي. فنتنياهو زار الجرحى وعادهم في أكثر من موقع وتحدث صراحة عن هذه العلاقة التي لا تقتصر فقط على علاج المرضى، إنما تمتد إلى تبادل معلومات استخباراتية ودعم عسكري وتأمين حماية لهم. أما مدينة السويداء التي تعيش حالة الترقب والاستنفار، فأبناؤها يقاتلون إلى جانب الجيش السوري في عمليات الدفاع عنها من هجمات داعش في شرقها وانقضاضات ألوية النصرة في جنوبها وغربها، لأنها المنطقة التي هبت منها رياح الأزمة السورية، ولأنها المكان الذي يتربص على امتداده الإسرائيلي، ولأنها الأقرب إلى العاصمة دمشق. لذلك تبقى المنطقة الجنوبية رقما هاما في حساب الأطراف المتنازعة هنا، سواء في حالة الحرب أم في السلم. لقناة النيل للأخبار، لقاء إشحادي، دمشق. وختاما لهذه النشرة الموجزة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء عقب وصوله نيويورك للمشاركة في التصويت على عضوية مصر غير الدائمة بمجلس الأمن. شكري يلقي اليوم كلمة مصر حول المرأة والسلام. اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين لبحث التصعيد الإسرائيلي للقدس وإضراب شامل اليوم في البلدات العربية بإسرائيل. دمستورا يبحث اليوم على لافروف في موسكو تطورات الأزمة السورية ويعرض عن أمله في تواصل روسيا وواشنطن لصيغة اتفاق بشأن سوريا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.